صادق استاذ علم الاجتماع السياسي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. دكتور سعيد، قل لي تأثير ايه على المجتمع انه اطفال وشباب كانوا عايشين في مناطق عشوائية وبعدين يتم نقلهم في سكن آدمي عاملاه الدولة وحريص طول الوقت سيادة الريس على انه يروحوا بشنطة هدومهم في اماكن زي الاسمرات وزي غيرها، ده تأثيره ايه على المجتمع وعلى الاشخاص نفسهم؟ شوفي، اغلب مشاكل مصر ومن اعراضها كمان مشكله الانفجار السكاني. العشوائيات نتاج الانفجار السكاني والهجره من الريف للمدينه بحثا عن اوضاع اقتصاديه افضل، مستوى معيشه افضل. النتيجه انهم انتقلوا الى المدينه فلاقوا نفسهم بيضطروا يعيشوا في ظروف في منتهى الصعوبه. منطقه زي مدينه ناصر والمناطق دي كلها في ناس عايشه في مغارات. بعض الامهات تقول لي العقارب بيعضوا اطفالهم. حصل، اتقال لي الكلام ده منهم. نعم، يعني فتخيلي حضرتك، هل هذه هي البيئه اللي ممكن يطلع فيها نشء او جيل صحي؟ ولا حاسس طبعا اولا هيحس بقسوه الحياه وان المجتمع غير مهتم بيه، انتمائه للبلد ده هنتمي لبلد سايبين عايش في مغاره مع تعابين ومع مش عارف ايه وايه، فطبعا انتمائه بيبقى ضعيف. بيبقى كاره البلد، كمان الناس بتتعود على القبح، القبح بيبقى اسلوب حياه، بالعكس هو بيرى ان الجمال شيء يعني حاجه مش جيده، هيبقى متضايق، فطبعا اللي يتعود على كده ويستعجب بزينته متضايقين بيبقى عايش في وسط قمامه ومجاري طفحه والنور ضعيف وكل الخدمات منهاره، فطبعا ده هيأثر على نفسيته وعلى تحصيله وهيؤدي الى اعاده انتاج الفقر والتخلف. انت هيبقى نسبه البطاله عاليه، نسبه التصرف من العمليه التعليميه هيبقى اعلى، ايضا التصرف والارهاب، خلي بالك الارهاب والاجرام بياتي من اوضاع اقتصاديه معينه. بغض النظر على القيادات، القيادات تكون غنيه، ايمن الظواهري غني، اسامه بن لادن غني، لكن اللي بيستخدموه كاوراق كلينك جايين من المناطق دي يستخدموا في عمليه انتحاريه، عمليه ارهابيه، وما يبقوش ان هو بالنسبه له هو والموت واحد، الحياه في العشوائيات لا يفرق عن الحياه في المقبره. فهو بالنسبه له ايه المشكله؟ رغم ان هو متعود، يعني مش هو الطفل، لا، الاب والام يعني عارفين وقاعدين في الاماكن دي بقالهم سنين. اكبر جريمه بيرتكبها الاهل انهم بينجبوا بدون امكانيات انهم ينشئوا اولادهم النشأة الصحيحه. انا لما ابقى اخلف 7 و8 اطفال اقعد اصدق التلفزيونات واقول يا حكومه ازاي اكل 7 و8 اطفال بتوعي؟ هل ده معقول؟ دي جريمه. ما واحد كاتب من مده لقيته كاتب انه اخوه توفي وساب 6 7 اطفال ومين يشغلهم؟ طب ما حد يلاقي شغل لامهم؟ طب ازاي انتوا تخلفوا بهذا الاعداد؟ وللاسف الشديد حتى منهم بعضهم، يعني مش بس الاميين او انما في بعض الناس اللي هي متعلمه لكن العادات والتقاليد اقوى منها، تقول لها لازم تخلف 7 و8، اشمعنى قرايبك مخلفين مش عارف ايه؟ تمام، واكلهم منين؟ وعايشهم منين؟ فالعشوائيات ديت هي اعتبريها الاعراض مرض الانفجار السكاني. طيب، لما انقل بقى الاطفال دول يا دكتور سعيد من العشوائيات دي واحطها في مكان ادمي يبقى مقفول عليهم باب حمام، وانا يعني عارفه الناس فاهمه اقصد ايه، مقفول عليهم باب اوضه، مقفول عليهم باب شقه في النهايه، والاطفال في مكان والاهل في مكان، ده ينعكس ايه عليهم وينعكس ايه على المجتمع؟ اما تاخدهم من المكان اللي كان كله عقارب تحطهم في مكان ادمي، ده ينعكس عليا انا كمواطن ماليش علاقه بيهم ايه؟ هيقل اولا طبعا الفوضى والعشوائيه اللي احنا عايشينها، وانا لما ابقى عايش بنام في عشوائيات وبصحى في حياه عشوائيه والحمام زي اوضه النوم كله داخل في بعضه. ايوه، ما هو ده دي بتعمل شخصيه
قاسية شخصية، كبه الحياة، كبه كل شيء. أنا بعمل جو سيء جدا للشباب ده، فطبعا ممكن تلاقيه يمارس كل أنواع العدوانية والقبح في المجتمع. ممكن هل السلوك ممكن يتغير لما تنقله في مكان آدمي؟ هو بيساعد، لكن لازم يبقى فيه قوانين كمان. طبعا طبعا ده أساس. أجيال فشل، أجيال خلاص تلعب كده وبقى صعب الكتف تصلحيها، لازم هنا قوانين تتطبق. عشان كده بتكلم على الأطفال، عشان كده بستهدف الكلام على الأطفال بالضبط. فأنت لازم كمان أن يبقى الموضوع دوت يتم متابعته في العملية التعليمية، الإعلام نفسه يلعب دور، لأن أهم حاجة بالنسبة للتنشئة هي الإعلام. الأهل بيسيبوا الأطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي، للتلفزيون والراديو، هو البيبي سيتر بتاعهم الحقيقي، هو اللي بيعلمه. فأنا لو أنا أعملت الموضوع دور الإعلام في التنمية، في الدواب، في الاشتباك مع مشاكل المجتمع وتجنبتها بكافة، فأنا لازم أستخدم الإعلام للتنوير، لتغيير سلوكيات الناس. أجيب أمثلة يعملوا إيه، والله لا ده غلط يا جماعة، فيبتدي الناس يبقى عندها وعي. لكن طول ما في جهل وفي كمان حقد وقبح، لأنك أنت معيشاني في ظروف أنا مش قادر أهرب منها. الفقر اعتبريه سجن، الفقر السجن مؤبد وما فيش عارفة تطلعي منه. أفضل عن جد بعمل نفس الحكاية. يعني الميزة أو العائد مش على الناس بس اللي تم نقلهم، لا، الميزة والعائد على المجتمع ككل. بالضبط، لأن السلوك العدواني اللي هتلاقيه مع بعض هؤلاء الأطفال هو ده نتيجة اللي اتعمل فيهم. أنا اتولدت في جو كده، هيبقى كده، وهيبقى أولادي كده، وهعتقد إن أنا مضرب أولادي. طب ما أنا أبويا ضربني، إيه المشكلة؟ ما أنا متعود على كده. فيظل المجتمع عايش فيه دائرة جهنمية من العنف، المجتمع مش هتخلص منه. أيوه، تمام. بشكرك فندم، بشكرك يا دكتور سعيد، بشكرك شكرا جزيلا.